أنس الذهبي أستاذة علوم حاسوب وخبيرة لدى ميكروسوفت في سنة 2020-2021 وترينر لدى ميكروسوفت في سنة 2020-2021. معكم اليوم باش نفسر لكم طريقة الترشح للقب معلم مجدد خبير لدى ميكروسوفت في سنة 2021-2022، وهدايا قدامكم السيت eventcore.com اللي مش تعمروا فيه النومينيشن تاعكم. بالنسبة للمسابقة عندنا زوز مسابقات. مسابقة تخص الـ MIE Expert اللي هي تخص المدرسين والمعلمين يعني المربين بصفة عامة، والـ Showcase Schools اللي هي تخص المؤسسات التربوية يعني المديرين بصفة مباشرة. دونك احنا اليوم مش نحكيو كان على الـ MIE Expert. بالطبيعة احنا توا في المتصفح Edge Microsoft Edge، المتصفح مبدئيا بالإنجليزية، نجمو بالبوتون اليمين يعني نرجعو بالفرنسية ونعملو كونيكسيون ونواصلو بالفرنسية إذا احنا مرتاحين في اللغة اللي نحبوها. دونك بالنسبة لمرحلة التسجيل، بالطبيعة عندك الإمكانية انك تسجل بالكونت فيسبوك اذا كانت اول مره تترشح، والا اذا كان بالطبيعه عندك كونت مايكروسوفت اكيد يكون عندكم كونت مايكروسوفت، والا هذوما بالطبيعه خاصين بالمؤسسات اللي انتم تخدموا فيها. سينو تخدموا تدخلوا بايميل عادي والباس باس نتاعكم وتعملوا ساين ان. دونك اذا توا باش ندخل بالايميل هذايا مش باش ندخل بالمايكروسوفت اكونت باش نوريكم المراحل الاولى كيفاش تصير. وعلى فكرة الترشح للقب معلم خبير مجدد خبير لدى ميكروسوفت السنة يمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تشوفوها في الفيديو هذايا، المرحلة الثانية تشوفوها في الفيديو الموالي، والمرحلة الثالثة تشوفوها في الفيديو الأخير. دونك التقديم نتاع البرنامج مشي نتناولوه على ثلاثة مراحل، وعلى علم المعلومات اللي تهم المراحل اللي كل إن شاء الله مش تلقاوهم في الشات تحت الفيديو في الفيديو في توف الكومنتار. إذا كان عندكم دي كيستيون مرحبا بكم، نجموا نتواصلوا عن طريق لي كومنتار. دونك باش ندخل توا بالكونت هذايا باش نعمل ساين إن. على فكرة المراحل الثلاثة عندهم توقيت وعندهم معناتها حدود إذن نلتزموا بها. مبدئيا المسابقة كانت محددة كآخر تاريخ لتقديم الملف كامل يعني ثلاثة مراحل كان 15 جويلية. بما أنه صار تغيير في طريقة الترشح السنة، ميكروسوفت مدت في الترشح إلى غاية 1 أوت. مبدئيا المرحلة الثانية ماذا بينا، الأولى والثانية ماذا بينا نتمموهم قبل يوم 23 جويلية، وهكذا نظن أن احنا تعدينا للمرحلة الثالثة ونلقاو الوقت من بعد باش نكملوا الملف نتاعنا تنفسروا كل شيء بالتفصيل. شوفوا لهنا الكونت هذا أول مرة ندخل به، أنا ديجا قدمت الترشح نتاعي وتقبلت في المرحلة الثانية وقاعدة نخدم على المرحلة الثالثة. دونك هذايا الكونت اللي دخلت به مانيش مترشحة به، هو مترشح كونت واحد آخر. إيه باش نبدا معاكم من الصفر، باش نعمل كونتيني. فوالا، دونك أول حاجة باش تعملها هي الكونتاكت، يعني عندك كونتاكت وعندك من بعده فجي مراحل أخرى. كيف تكمل الكونتاكت تتحل المرحلة الثانية، كيف تكمل المرحلة الثانية تتحل المرحلة الثالثة. دونك هذايا هو التماشي كيفاش يكون. باش نفسر شنو فيه البارتي هذيا، دونك هو ديجا لهنا تحلي كله أون أونجلي مرة أخرى، دونك أوتوماتيكمون يرجع أون أونجلي، نجم نرجعوه أون فرونسي وكل واحد وين يلقى راحتو. دونك يقولك لهنا فيي غونطيغ لي شون سي دوسو، لي شون ماركي دان سون أستيريكس سون أوبليغاتوار، أو بو أو با دو شاك باج فيي كليكي سور سوميتر جوسكا سكو فوزيي أتان la page de confirmation. Donc là, je vais faire l'échange de l'alcool. On va attendre enregistrer et soumettre. Je vais vous faire l'échange de l'échange. Je vais vous faire l'échange. L'adresse email est de l'intime, je vais vous faire l'adresse email personnelle est de l'adresse email personnelle. Je vais vous faire les emails de Microsoft. Ça va être un email qui est de nous. L'adresse email est de l'OSS est de l'intime. والكونفيرماسيون تاع لادريس، دونك هذايا تاخذ لادريس نتاع المؤسسة نتاعك. داكوغ، إذا كان مش ممكن تنجم تحط أدريس أخرى مبدئيا إلى أن تشوف لادريس. بالطبيعة هذه مجعولة باش إذا كان ليكول هذيك وإلا المؤسسة هذيك تترشح للشوكيس سكول، ديجا يكون مسجل عندنا في الباز دوني نتاعهم اسم ليكول اللي أنت ترشح بها.
Voilà. Donc, à quelle adresse email souhaitez-vous que les communications du programme soient envoyées? Je trouve l'email win tabouigique, un email personnel, voilà, à l'email de l'école. Donc, tout dépend adresse du domicile, bien entendu, l'adresse personnelle, l'adresse municipale, l'adresse de ville, pays, code postal, donc l'adresse l'adir. Renseignements sur l'école, est-ce que l'école, l'adresse de l'État, est-ce que le district, il y a le ministère de l'éducation, je sais que l'adresse de l'État, titre de l'État, il y a le rôle de l'État, il y a le directeur, il y a le teacher, il y a l'enseignant, voilà. Donc, la ville de l'école, de l'institution, l'organisation, le pays, c'est l'équipe. Site web, je vais vous mettre une page Facebook, et vous avez un site web, par l'avis, nous avons une page web, un site web des écoles. Et bien sûr, le code postal. Rôle actuel à l'école, je suis directement responsable d'enseignement aux élèves de la maternelle à la deuxième année, je suis responsable des cibles. Donc, je trouve un petit peu de copte, le rôle. اللي يناسبك بالنسبه تبع احنا لهنا الغالب تاعنا هو تصدرنا هو مربين احنا هو لونسينيوم هذايا دونك فوالا اي اخر حاجه كيف تكمل تعمل انغجستري اي سوميتر ميرسي على المتابعه ونتلاقاو في الفيديو الثانيه باش نفسر لكم المرحله الثانيه.